هنا مشيل الدموع ورصاص حي. ها شوف هذا رقم 16 باو عليه 16 باو عليه 16 هذا هاي الوجبة الجديدة الكرواتية. هذول مال حرقه ذولي وين هم وين الشعب اصلا لا يعرفون الشعب لا يعرفون دين لا يعرفون الله بس احنا شو نسوي هاي امرنا خد تطلع الزلمه بالبيوت ايش بقيت خلصت هاي العالم طالعه من كل مكان وكل مكان جاي بعد شو نسوي احنا ما نرجع ما نرجع والله ونظل ونقاومهم لحد ما نشوفون النحل والله ما نرجع لا ما نرجع والله ما نرجع نبقى السلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين آل متظاهر علي الشريفي من بابل. احنا جينا احنا وجماعتنا بينا بالخمسين كوستر وضد مو ضد هذا الواقفين هنا ذول القوات الأمنية لا احنا ضد خمس او ست اشخاص موجودين بالدولة هم اللي خلوا لا الضابط محترم ولا الرائد محترم ولا جندي محترم ولا الشعب محترم فساد اهل فساد هم اللي باقونا هم اللي سلبونا هم اللي كرهونا بالدين وحاليا انتم قمعنا بالاطلاقات النارية اللي مثل ما تسمعون هاي يرمون علينا القنابل يرمون علينا القنابل الدخانية والرصاص الحي الرصاص الحي بس بيت وقف فيكم هاي يرمون علينا القنابل الدخان القنابل الدخانية وأيضا الرصاص الحي مثل ما قاعد تسمعون هاي الرصاص الحي على المتظاهرين حاليا احنا في ساحة الطيران قرب وزارة الصناعة والمعادن يرمون على المتظاهرين بالرصاص الحي هناك مصابين من المتظاهرين هناك عدد من المصابين من المتظاهرين يرمون علينا بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والقنابل الدخانية المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل الدخانية تراجع
هاي مستحيلة. إذا هذا التير انقلب الخلق ونحن تراجعنا للموت والله ما نتراجع. هاي أحزاب ذولا والله ما ذولا دواعش الصدق. ولا الشعب النايم ذولا اللي يصحوا لي بالمواكب هيهات من الذلة واحنا بنص الذلة. خلي يطلعون البولجي خلي يساندون اخوتهم اهل المواكب. اهل المواكب يسوون هيهات من الذلة. يعني انتم هيهات من الذلة بس هي الاربعينية. وينكم هي الاربعينية؟ هاي ذلة. هاي ذلة هنا بريد احسن من عقوبكم. يرمون علينا بالقنابل الدخانية. يرمون علينا بالقنابل الدخانية وأيضا الرصاص الحي. هناك متظاهرين من جهة السنك هم مساندين لأخوتهم المتظاهرين. لقطات حية. هذه لقطات حية أمام وزارة الصناعة والمعادن قرب ساحة الطيران. وهناك أيضا متظاهرين من جهة السنك. نعم لا تفرك حيل. يا الابطال الابطال يعيشون الابطال. نعم يا باقب لا تخاف. هاي اللقطات كفر يا حلاوي Thank you.
هذا يرمي من اول، لا تدري. لك انت ليش جبان؟ علياء لا ترجعون. لا نرجع. بس هاي كيف الشباب؟ يا مين يدري يسرون براسنا خير؟ نبي يخلونا جوا الترى. نعيش مذلولين ونشوف الدول شلون صارت والعراق وين؟ اغنى بلد بالعالم وافقر بلد بالعالم. بس جيب لي المقص من احمد ما جاكل. لا تغمض عينك، يلا عوف عينك يا احمد. العراق العظيم ما في شيء عظيم. ترى اخرج لك انت ابوي من هنا. ترى شنو الشاب؟ شرب مي. غسل وجهك. غسل وجهك شوي مي. غسل وجهك. بطل عفية ابو هيو. غسل وجهك. عفية ابو خباشة عفية. لك ولا لك خباشة. عافية 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 اخوي عافية. داوي داوي. العراق العراق يسوى يسوى العراق. خباشة خباشة هذا والله. والله بطل والله بطل والله بطل. والنعم من بيت نشد والله والنعم. من بيت نشد هذا. من بيت نشد هذا. وين بالحبيبي؟ تفضل 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 بيبسي يا ولد بيبسي 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 Thank you.
تعالوا وياي تعال. اليوم ترى المتظاهرين يحملون راية العراق، راية لا يحملون غير هذا السلاح، سلاحهم هو راية الله أكبر. كيف ترى القوات الأمنية تعاملهم مع المتظاهرين السنيين؟ معاملة مو زينة، يضربون بالطلقات و احكي لي جو احكي لي اللي بيصير. قلت قدامك قاعد يضربون طلقات ويشوف العالم شو مسوي بالعالم. ها القوات الذي ترمي الطلق الحي على القوات على المتظاهرين، اتراهم انهم عراقيون؟ لا مو عراقيين، هم مو عراقيين. راح يصير اذا ما استجابت الحكومه لمطالبكم، ايش راح يسوي؟ ما عندنا ما نطلع منا، ما نطلع منا. اسمع، وحق هذا العلم العراقي وكلمه الله، احنا ما جايين على مطالب، لا احنا دول فاسين يطلعون مريتهم. ميزاني تعاني وبنتي وجهالي وجهال هاي الناس بتجوبهم، احنا مريتهم مو طعمة. انا ما طالع عريض قطعة الي 100 متر يطيني ويعوف اخوي، انا ما طالع على هذا. دول السفنة كفورة والبلد. والله ما تريد. صور صور